bring the action. Hey everybody. أهلين حبايب قلبي، انتوا هلا تسمعوا في التوب 1.6. You are listening to Top 1.6 on EFN Radio. من ده التوب 1.6 صباح العصافر والفراشات والطنطونات والتتوات والتوا توب 1.6 ده الاخبار الاول. اجينا من عند لاشونتوز تا باتريسيا كاس اللي قال تحمل المسؤولية هي حاجة ضرورية لحياة الإنسان إذا كان يحب ينجح. أنا موافق يا تتا، وكما قالوا الناس بكري كريم شومة ولا مخزن مسكر. وي الاخبار الثاني يجينا من عند تاتا لغا فابيون اللي قال تيتون الفنان الناجح هو الفنان اللي يعرف يقسم وقت. ربي لارا فابيون ذوما هذه اللي قلت عليها سيزيد تعرفها؟ نعرفها. اش تغني؟ جو سوي جو تيم و جو سوي مالاد مش متاحة. اي اما فيرسيون ريبريز لداليدا نعرفها على جو تيم. كومون حبيت نعمل اختبار زياد خاطر برشا قالوا زياد ما يعرفش يتكلم وفهمتني مش في بالهم اللي انت هذيك الحقيقة نتاعك. ما تبارك الله عليك درت محاضر. تفضل زياد. اللي قال تيتون الفنان الناجح هو الفنان اللي يعرف يقسم وقته. هذاك علاش تيتون لقد سنته هذه الفكرة، خاطر تقسيم الوقت يترك الإنسان يقوم بأشياء منظمة ومحبكة، وكما قالوا الناس بكري اللي ما يقومش بكري يفوتوا رزق. معلومة بربي مهمة قالكم زياد عودالة. معلومة اللي ما يقومش بكري يفوتوا رزق، معلومة مهمة بربي يركزوا فيها خطر برشا عباد ما يعرفوش. أو ساعتها وعمل لها ريبريز معنا. الأخبار الثالث يجينا من عند الفنان تونغارو. قال يا تون السبور حاجة يلزمها تكون عادة في حياة الإنسان. في هذه القولة بالنسبة لي يا تون السبور حاجة ضرورية، خطر إذا كل إنسان فينا يعمل كل نهار 15 دقيقة جري 100 بومبا تنجح الحكاية ويبقى ديما في صحة جيدة. معلومة مهمة هذه يا سبور لأنه الأخبار الرابع يجينا من عند التون راشد غنوشي اللي قالوا بعض الصحف أنه عادة سهرية رأس السنة يا التون في أحد العلب الليلية. هذاك علاش استدعيناه باش يفسر لنا شنو هي الحكاية. صباح الخير التون راشد. صباح النور. يبدأ فيلم كالعادة تفضل. هذا مش تفليم يعني. في البداية هذه ما هيش إشاعة، هذا خبر صحيح. بربي كي تحكي وحكاية واللي وحكيها يا كاملة يا مش لازم، لأن العلبة الليلية اللي صارت فيها هذيك علبة حلال، والصور اللي أبرت على الفيسبوك على الباج أوفيسيال تراجل الغنوشي صحيحة. أنا وبنت أمية وبحرزية والكاس اللي مصور به هذا كما هو إلا كاس جرير. كاس جرير هذاك، والدبوزة اللي مصور بها هذيك دبوزة روزاتا وبربي يزيونا بلاد قشقيش الحناك. على ذكر الزرير، زرير بوبلاستيني. كانت هذه طون بوان 6. نتلاقاو نهار الاثنين في طون جديدة ونبقاو في فيستاس مع العزاكة. اي كيف نبقى صحيح.